أنا عندي حساسية الحمضة، راجعت بفترة البصرة، يعني ما له علاج، ما له علاج هذا، إلا بس حين تم السيارة، فإذا تعرف إيش إداري العلاجيات، دكتور أحمد بغداد بديالة الشطرة، وهسا هاي تحاليلي، ثاني علاج وضعية كبسول باليوم ست حبايب كبسولات، يعني الصبح 2 والغروب والغدا 2، واتحللت مدى الشهر، قلبت حليل مدى الشهر حللت، وهسه هاي تحاليلي، هذا القديم وهذا الجديد، هسه شو ما بيه شي الحمد لله والشكر طبعت، هذا القديم هذا جديد، هذا تحاليل جديد، هذا القديم.